العقلية في الاتهامات الموجهة ونجليه والوزير حبيب العدلي ومعاونيه وهذه الأوراق وشاهد الشهود ومحاكمة استمرت حوالي العام جرت في خلالها قراءة هذه الأوراق والاستماع إلى شهادات الشهود وإلى مرافعة النيابة العامة وإلى مرافعة الادعاء بالحق البدني وإلى مرافعة الدفاع عن مبارك، وأمامنا قاضي يقر الجميع بأنه قاضي محايد وعادل وأنه لا أحد يتدخل في إرادته ولن لا يستطيع ولا يكسر أحد أن يطلب إليه أنه هو يعني يصدر حكما على نحو ما، وأنه هو حين يعني طلب المدعون بالحق المدني الاستماع لشهادة المشير طنطاوي ولشهادة فريد سامي عنان ولشهادة عمر سليمان وغيرهما من أركان النظام القائم الآن الذي يحكم الآن لم يتورع في أن يصدر هذا القرار باستدعائهم للشهادة، ورفض أي يعني اقتراحات بأن يتم الاستماع إلى شهاداتهم في أماكن وجودهم شهادة مكتوبة أو مسجلة أو إلى آخره، وأصر على أن يمثلوا أمام المحكمة وأن يدلبوا شهادة. فنحن أمام محكمة في ضوء ما تم التوصل إليه من وقائع حكمت، وبالتالي علينا أن نتقبل هذا الحكم، أن إذا صدر على غير ما نريد أن نطالب النيابة العامة بأن تستأنفه وتطعن عليه أمام محكمة النقد. أما التهديد بإحداث فوضى أو إلى آخره إذا صدر الحكم فهذا تصرف غير حضاري، وأتمنى أن ما حدش يلجأ إليه، وأشك كمان في أن الرأي العام يمكن أن هو يتقبله. لاحظي بس أن المظاهرات التي قامت امبارح عشان قانون العزل لم تجد ترحيبا، هي كانت مليونية لم تجد ترحيبا كافية. لكن هل يختلف الوضع مع من رأس النظام؟ لأنه احنا بنتكلم على 25 يناير، الفرقاء السياسيين يعني مهما اختلفوا قالوا انه الحاجة الوحيدة اللي تحققت انه راح على رأس هذا النظام. هل تتصور انه